الإنسان بأمور وبمشاكل كتير كبيرة، وإحنا بنحكيها لغوياً أو لفظياً وقع الشيء، وقعت المشكلة، صار في عنده مشكلة. إحنا المطلوب منا للتطور هو قبول الواقع. أي شيء بده يصير رح يصير، يعني هو قدر وموجود رح يصير، سواء مشكلة، فكرة، تعرف على شخص، أي شيء بالحياة رح يكون وقوعه هو موجود في الواقع. المطلوب منا هو قبول هذا الواقع، لأنه وقع الشيء، وقعت المشكلة. الأفكار اللي حول هاي المشكلة اللي أنا بدي أبنيها في ذهني هي نفسها رح تغير قبولي لهذا الواقع، رح تغير تفكيري فيها. إذا أنا مؤمن إيمان كامل إنه كشخص شو ما بصير في الدنيا أي إشي إله حل، ما في يعني ما في إشي إله نهاية. بداية الطريق هو التفكير بالحل، مش بالأفكار السلبية اللي بتحوم بذهني حوالين هذا الأمور. إذا بدأنا بالتفكير، طبعا الحزن، الألم، هذا كله شعور موجود جميعا، كلنا نحزن وكلنا عندنا بيكون شعور بالألم حول مواقف معينة، ولكن نحزن بقدر. ما أخلي هاي الأفكار أو هذا الحزن أو الألم يسيطر على عقلي، أكون أنا قادرة هنا، بكون أنا حرة فعلا بتفكيري إنه أنا هذا الموقف، هذا الموقف مؤلم ولازم أحزن بهذا الموقف، بس أنا رح أعطيه قدر معلوم بعقلي، هذا القدر ما رح أزيده، رح أحزن لمقدار معين، يوم يومين رح أعطيه حقه، وبعد هيك رح أنتقل إلى صفحة تانية، رح أنتقل إلى يوم تاني. إحنا دائما بنحكي هو مش نهاية العالم، هي كتير أنا فكرة بحب لينا دائما بتطبقها في الحياة، مش نهاية العالم، دائما في بكرة. دائما بتقولي زينة دائما في بكرة، فعلا مش نهاية اليوم. أنا ما قدرت أقوم بواجبي كأم، كموظف، كشخص، بأي شيء بالحياة، في بكرة، اليوم ما صار، بكرة بعمله أفضل.